كيف يتم تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وما الأسباب المعينة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تحقيق التوحيد مرتبة عليا، هي مرتبة السابقين والمقربين عند الله سبحانه وتعالى، الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من جمع هذه الصفات كان من حقق التوحيد، وهذا كما في قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفاتهم، أنهم يخلصون التوحيد لله عز وجل، يتجنبون الشرك الأكبر والأصغر، ويتجنبون المعاصي، ويتجنبون البدع والمحدثات من باب أولى، ولا يتكلون على أعمالهم، بل هم مع ما يقدمونه من الأعمال الجليلة من خشية ربهم مشفقون، يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة العظيمة وهم من خشية ربهم مشفقون. هذه صفاتهم وهذه منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فهم لا يسترقون يعني يستغنون عن الناس، لأن الاسترقاء حاجة، الاسترقاء طلب الرقية من الناس هذه حاجة، فهم يستغنون عن الناس لكن يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم، لأن الرقية دواء شرعي وشفاء شرعي، لكنهم لا يطلبونها من الناس وإنما يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. ولا يكتوون، لأن الكي مكروه وهو تعذيب بالنار، لكنه جائز، فهم تركوا المكروه، تركوا المكروه، وإلا فالكي دواء نبوي وجائز، لكن يتركونه لما فيه من آثار النار. وأما التطير وهو التشاؤم والاعتقاد في الأشياء أنها تضر أو تنفع، فهذا شرك بالله، كما في الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهؤلاء استغنوا عن الناس، لا يسترقون، تجنبوا المكروه، لا يكتوون، وتجنبوا الشرك، لا يتطيرون. هذه صفاتهم التي مدحهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.